بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق التي حصرها لا يحسب. رب أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله، ثم قلت: والفعل إما ماض وهو ما يثقل تاء التأنيث الساكنة قامت وقعدت. تعقيبا على كلام شيخنا الشيخ خالد حفظه الله وإيانا أجمعين، قل آمين. أنا قلت إنه أي طالب ما يفهمش أي جزء يسأله، بس يعني إيه المشكلة؟ يعني اللي فاهم يحمد الله ويشكر فضله. ربنا يقول: تفهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما. فربنا رزق الفهم يحمد الله على هذه النعمة. لو اللي مش فاهم يسأل. واضح يا حمادي؟ يعني الكلام اللي بقراه المكتوب ده احنا بنمرق على كل جزئية تقريبا صغرى. لو في واحد عنده إشكالية يسأل بس. متفقين يا ولاد؟ بس لابد أن ناخد بالأسباب. إيه الأسباب؟ قبل أن تحكم يقرا الدرس كما قال الشيخ، يقرا الدرس قراءه عاديه، حضر الدرس قراءه عاديه، وعلم على كل جزئيه ولو اقل من صد كلمه. نريد ان تفهمها اثناء الشرح، ان طلعت عندك فبها ونعم، اذا لم تطلع ارفع يدك كده وقول لي مش فاهم في حاجه. الحمد لله. لا حاجه ولا الا سمي الامر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا رحمه الله تعالى: وأنجز ومنح في الدارين أمين. ثم قلت: والفعل إما ماض وهو ما يحفظ تاء التأنيث الساكنة فقامت وقعدت، ومنه نعم وبئس وعسى وليس، أو أمر وهو ما دل على الطلب مع قبولي ياء المخاطبة تقومي، ومنه هادي وتعالى، أو مضارع وهو ما يقبل لم كلم يقم، وابتداؤه بحرف من أيه مضمون إن كان الماضي رباعيا كأود أحرق وأجيب، ومكتوب في غيره كأضرب وأستقرب. وأقول: أنواع الفعل ثلاثة: ماض وأمر ومضارع، ولكل منها علامة تدل عليه. علامة. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا رحمه الله يقول إن الفعل ثلاثة أقسام: القسم الأول الماضي، والثاني الأمر، والثالث المضارع. نلاحظ أن الشيخ يعني خالف كثير من النحويين في تقسيم الفعل، يعني هو بدأ بالماضي وثنى بالأمر وثلث بالمضارع. فالمضارع لطول الكلام فيه، لأنه يأتي معرفا ويأتي مبنيا، ولأنه سمى على أخوين، سمى يعني ارتفع، لأنه اسمه مضارع، لأنه ضارع اسم الفاعل، ضارعه يعني أشبهه، شبه لفظيا وشبه معنويا، فمثل كلمة يضرب مثل كلمة ضارب في عدد الحروف وسكناته، في عدد الحروف وحركاته وسكناته. الشيخ يقول: أنواع الفعل ثلاثة: ماض مثل كتب، مضارع يكتب، أمر مثل أكتب. قال: ولكل منها علامة تدل عليه. فعلامة الماضي تاء التأنيث الساكنة مثل قامت، قعدت، هذه تسمى تأنيث احتراز من سائدة مثل متحركة. ف
فتلك التأنيث المتحركة بطالمة وعائشة تدخل على أسماء، لكن تلك التأنيث الذاكرة تدخل على الفعل الماضي فقط. هل وعدتم ما أقول؟ ومن قول الشاعر ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كانت الناس تزهق. طبعا الشيخ رحمه الله يعني أتى بهذا البيت لأنه مليء بكتاب التأنيث، واضح أم لا؟ يعني عندما تحدث عن الشيخ عن الاسم وقال من علامات الاسم، يعني ده أكثر من استشهاد في الآية القرآنية، يا أيها النبي، يا نوح عليه السلام، يا رسول ربك، يا رب ما جئتنا ببينة. وعندما أخبرنا بأن علامات الاسم دخول الآن هذا بذلك من الشعر مليء بدخول الآن، الخير والليل والبيداء العلم والسيف والرمح والقطاس والقلم، وأن ذلك يدل على عبقريته وسعة قناعه. بيت مليء بالأسماء المعرفة بدخول الآن. كذلك هنا في هذا البيت، هذا البيت بحر طويل، قاله شاعر مقيم، يعني معنى مقيم يعني قريب الشعر، يعني لم يكن شعرا كثيرا، ومن بني كعب بن الحارث. هذا البيت يقول ألمت، يتحدث عن حبيبته، ألمت يعني زارت، فحيت لمن التحية، ثم قامت فودعت فلما تولت يعني صرفت رجعت إلى بيتها، كادت النفس تذهب، يعني كانت تخرج. الشاعر يصف محبوبته بأنها زارته وألقت عليه التحية ففرح بذلك، لكنها لم تمكث طويلا عنده، فولت راجعة وغادرت المكان بسرعة إلى بيتها، فتألمت نفسه على ذهاب هذه المحبوبة. فقال هذا البيت، قال ألمت، ألمت على إيه؟ ما الدليل على الفعل الماضي؟ فحيت، حيت على إيه؟ والدليل قبل تاء التالي، ثم قامت، قامت فعل ماضي تاء، فودعت أيضا فعل ماضي لأنه قبل تاء التالي، فلما تولت كادت النفس تذهب. يعني ما شاء الله هذا البيت مليء، يعني يبقى ألمت في الماضي وحيت قامت ودعت تولت كادت، كل هذه أفعال ماضية، والدليل على ذلك أيوه دخول تاء التنوين على الكاد. هي كادت قبل التاء التنوين التانيس يا نعم؟ كادت مالها؟ التاء التنوين بس كده؟ أيوه بس التاء كادت نفسه هو الدين. معلش يعني الله يطلع علينا، الله يطلع عليكم، يعني لما واحد يسألني يديني الفرصة أجاوب بس. العالم خلاص ما عندنا مش مشكلة. ما هو لو عايز يسألك وأنا سألت. هو عايز يسألني أنا، خلاص اديني الفرصة أجاوب. اسمعني يا شيخ. شوف عن نفس الآية في القرآن، قالت امرأة العبد، قالت امرأة، هي قالت بتاتا حركت بالكسر للباء الساكن، لان التاء ساكنه واللام ساكنه، فالتقى ساكنه فتخلصنا من التقاء الساكن بالكسر. فهمت؟ يلا اقرا يا ابن الكسر. انا عايزين اشوف طب تحيا فقامت الفاء هنا ما تقولش على علاقه بالفاء وغيرها. ركز الباقي حرف لكنها حيت لا هو يقول ألمت يعني زارتني، فلما زارتني بعد الزمن مباشرة حيت، يعني السلام عليكم، وعليكم السلام، يعني الذي يلي الزيارة مباشرة التحية. ثم قامت، لما نقول ثم قامت دي معناها مكثت عنده فترة.
الكسب قامت، قال ثم قامت، لأن ثم حرف عطف يدل التركيب مع التراخي، يعود إلى عن ساعة ساعتين خلاص؟ طب الفعل بتقول إيه هنا؟ يا ولد ما احنا قلنا الفعل الترتيب مع التعقيم. يعني شوف بعد الزيارة اسمع لما ربنا يقول في القرآن حكاية عن نوح عليه السلام رب إني ولهم فانتصر ففتحنا لم يقل ثم فتحنا فانتصر ففتحنا عرفوه فهمت ذلك؟ فلما حضر زيد فعمر يفيد الترتيب مع التعقيم يعني عقب مباشرة من حضر لما تأتي ثم معناها فأتى بعده فترة فترة دي قد تكون قضية طويلة أو قصيرة بعد ساعة ساعتين بشهر بشهرين فهم؟ لما الشعر ألمت يعني زارته فحيت يعني ضرب الزرق السلام عليكم على طول شكرا ثم قامت ثم ايه؟ يعني معناها لبست فترة ساعة ساعتين أو أكثر وبعد كده قامت بس دايما الوقت المحدية تيجي بسرعة يعني لو بعد حد وعنده سنة ممكن يكون عندنا ساعة فهمت؟ فودعت شوف قامت فودعت يعني وقت ما قامت كده جت عشان تخش البرير فهمت؟ أيوة أداة الفاعل فلما تولت يعني شوف فلما تولت يعني رجعت كانت النفس نفسه أن تبقي يعني أن تخرج يعني خلاص بقول لك انا هموت من غيرها يعني. خلاص فهمت؟ يلا يا عم اتفضل. وانا عايزك تركز في الاسئله يا امين على اللي في الدرس نفسه عشان الافكار ما تتشتتش منه. يعني احنا بنتكلم الان عن علامه الفعل الماضي ما علامته ان يقبل فعل ثاني. ركز في ده. وخلي الاسئله اللي هي الجانبيه دي اللي هي عبر بثم مره وعبر بثم مره. خليها ايه؟ يعني اخر الدرس مثلا وبتاع عشان بس السلوك ما يفضلش معاكم يلا يا ابنها وبذلك استجيب على ان عسى وليس ليس حرفين كما قال ابن السراج شيخنا رحمه الله يقول يرد على عالمين جليلين احدهما ابن السراج والاخر ثعلب ثعلب دعا الكوفه من اهل الكوفه وابن السراج من البصر فقال عسى في اعتماد ماذا لي لانها تقبل ايه ولا قل عسد زيد عسد هند ان تزورنا عسدت وليس ليست هند حاضرة ليست وبذلك يعني قبول العلامة مستدل على ان عسى وليس فعلين ماضيين ليس حرفين كما قال ابن الصدرات من فهم البصرة والثعلب من اهل الكوفة كلام وكما قال الفارسي في ليس وعلى ان نعمة ليس اسما كما يقول الفراء ومن وافقه بل هي افعال ماضية فمين اولاد الكلام؟ الاتصال التائي المذكور ايه اللي جعل ابن الصماد والفعل يعني قال ان عسى حق وليس حق أصل عدد عدد فعل يدل على الرجاء صح ولا لا؟ طب وأقول عدد حرف يدل على الرجاء أقول نعم والله يرحمه فالعدد حرف بالاتفاق طيب إذا كان العدد معناها الرجاء طب ما عدد معناها رجاء فنظر إلى معناها ولم ينظر إلى لفظها فهمت ولا لا؟ هو بس هو قاس على المعنى ولم يقس على اللفظ كذلك كلمة ليس تدل على ايه؟ على النفي مش كده ولا لا؟ يعني ليس النفس مفتوحا طيب ما هي ما حرف نفي؟ ما هذا بشرا؟ فليس بمعنى ما طب وما حرف؟ يبقى قاسها من حيث الايه ولا المعنى لان قصه من حيث اللفظ هي صحيح تدل على النفي لكن هي ليست حرفا لان يعني عندنا الكلمه كم اسم اسم وفعل ايه؟ هي تدل على النفس لكنها من الافعال. وعسى تدل على الرجاء لكنها من اسم الافعال. واضح؟ نعم. والعادة تدل على الرجاء لكنها من اسم الايه؟ الحروف. وليس وعفوا وما تدل على النفس لكنها من اسم الحروف. واضح يا جاسم؟
وكما قال الفارسي لن، يعني ايه لن؟ الفارسي اتفق مع الشيخين في ليس فقط. الفارس ابو علي الفارسي من اهل البصر، وده كان من بغداد يعني، لكن ابن السلام والثعلب اتفقا في الكلمتين، واضح ولا لا؟ طيب كمل. وعلى ان، وعلى ان نعم ليست اسما كما يقول الفضاء ومن وافقه، بل هي افعال ماضيه. الفضاء ومن وافقه، فعرف الفضاء ده يا جماعه؟ يعني سمي ده زعيم مدرسه الكوفه، وسمي فضاء لانه وجه الكلام، يعني انسان ما تقدرش يعني تغيبه الكلام يعني. يعني عنده فصاحه وبلاغه وإيمان باللغه يعني. طيب هذا الفضاء رحمه الله ماذا قال؟ قال نعم وبئس فعل اسمان. ما الدليل على اسميتهما؟ قال خذ حرف الجر عليهم. لو انتم مش فاهمين اكتب على السطور، لو فاهمين امشي. قال الفراء ومن وافقه نعم وبئس اثمان. ما الدليل على ذلك؟ قال دخول حرف الجر عليهم. طيب هات هات الدليل. قال الدليل اهو في اعراف بشروه انثى، فقال والله ما هي بنعمه ولد. والاخر يقول نعم السير على بئس العير. في واحد أعرابي، الأعرابي ده الجاهلية كما قال القرآن وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، فبشروا بالأنثى المضروب مراتك جابت بنت فغضب وقال والله والله ما هي بنعم الولد. الولد طبعا يطلق على ذكر الأنثى. إيه السر أو التعليل؟ قال برها سرقة ونصرها بكاء. بروها سرقة بروها سرقة بروها سرقة بروها سرقة صوت واضح؟ بروها سرقة يعني إذا تزوجت هذه الفتاة، إذا تولدت المساء ورأت أباها قد افتقر تسرق من مال زوجها وتعطي أباها. هذا معنى بنوها إيه؟ ونصرها بكاء، يعني إذا رأت أباها يتشاجر مع أحد تبكي فقط. فهمت ولا لا؟ نعم. هذا عقلية الأعراب الدجاجية. الشاهد النحوي والله ما هي بنعمة. فالفراء قال نعمة اسم، والدليل على ذلك دخول حرف الجر والباء. نعم. الآخر تركوا الحبيب بحب يعني. فركب حمارا بطيء السير، يبدو انه هادي شويه، يبقى فيه عشان يمشي للنور، يريد ان يسرع الى محبوبته. فهمت يا ابن الله؟ ما شكلش ده ما في موبايلات ولا اسلاميه لا. فعايز يحكي معاه. فقال نعم السير لانه يسير الى محبوبته على بئس العين والحمار. هل فهمتوا؟ نعم. الشاهد الخبز على على بئس. هذا ما قاله من يولد الفراغ وهو ده الفراغ إمام مدرسة الكوفة مع الإزاد، يعني هما زعيم مدرسة الكوفة. فقال هذا القول واستدل بهذا الكلام. الكلام واضح ولا مش واضح؟ الشيخ الذي يقاضي هذا الكلام قال لا نعمة في اعتبار. ما الدليل؟ أنها تدخل عليها كأس ثاني. يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها وإيه؟ ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال فبها ونعمة أي قبل ذلك فبها نعمة ونعمة بلد كلام واضح يا حبيبي؟ واضح. طيب إذا كيف نرد على قول الفقراء ومن وافقه؟ نقول يا فقراء النعم ولا انت فاهم النعمة دي اسم؟ قالوا ايه طبعا. طب ايه اللي يعني؟ قال عشان الباء فدخل عليه. قال لا يا شيخنا الباء هذه دخلت في الاصل على اسم محذوف مع صفه، وتقدير الكلام عند العربي ما
والله ما هي في ولد مقول فيه نعم الولد، فحذف هذا الاسم مع صفته اللي هو مقول، فدخل حد الجر عليه من باب الاختصار قال احنا الكلام ده مستهتم العربي، قال والله ما هي المقاسي والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، انت ده اختراعك عشان تهرب من الموقف يعني. قال لي طب مش مصدقني؟ قال لا مش مصدقني. قال خلاص انا هلف لك كده اهو، الشعر يقول والله ما لجني بنام صاحبه، يعني عايز يقول ان هو اصابه الارض في النيمه، والله ما لجني بنام. يلا 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 هذا فعل بنام فعل مرض. قال سبحان الله. طب ما حد الجار دخل عليها. قال اه صحيح انا بطلت خلاص. اذا الباب هي دخلت في الاصل على ايه؟ اسم محدود مع صفه. يعني والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه. الخلاصه ان الشيخ رحمه الله عندما اتى بالفعل الماضي قال على امته ان يقبل باء التانيث. واتى البيت رائع جدا. يعني الم التحيه الى اخر ما سمعناه منذ قليل. ثم بدا ياتي بالكلمات التي اختلف فيها. هل هي اسماء ولا افعال؟ فرجع انها افعال لانها تقبل تلك الكلمه. وعندنا كم كلمه الى الان يا اولاد؟ ها؟ نعم وليس وليس وعسى. واضح يا اولاد؟ طيب يلا كم يا ابن مصر؟ ها؟ وقوله عليه الصلاه والسلام من توضا يوم الجمعه فهي ونعم، وقول الشاعر نعم جزاء المتقين الجنه داروا الامان والمنى والمنه. الله الله. هذا دليل او عرفنا دليل ولا؟ نعم. الكلام واضح سهل ها؟ واضح. واعتبرت الساكنه عن المتحركه فانها خاصه بالاسماء كقائمه وقاعده. كذا مفهوم. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده من ملها صلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله الله على الازهر الله 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 اكبر ام الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها انا مش هنصفها وكفيها الله